ومن هذا المنطلق وتحديدا من منطلق ان الرياضه للجميع، احب اقول لكم ان اهلي الشيخ زايد شهد فعاليات مهرجان الرياضه للجميع مؤخرا، وتعالوا نتعرف على تفاصيل اللي حصل في اليوم ده من خلال هذا التقرير. اتفضلوا. اهلا بحضراتكم قناه الاهلي في فرعنا فرع الشيخ زايد. تعود فريق الرياضه للجميع سنويا وبيقيم مهرجان سنوي بيضم فيه اكثر من نادي على مستوى الجمهوريه لممارسه كافة الألعاب الرياضية زي تنس الطاولة وكرة القدم والخماسية والكرة الطايرة وكرة السلة، بالإضافة لبعض الألعاب الترويحية اللي بتسيب بهجة حلوة جدا في نفوس الناس، وبنخرج في نهاية اليوم إن شاء الله بتعارف أكتر وتماسك أكتر بين الأعضاء. برنامج اليوم النهاردة هنبدأ طبعا بالترحيب بالضيوف وبعدين الإحماء، وهنبدأ ننزل الملاعب في كرة قدم، في كرة سرعة، في طايرة، في باسكت، في تنس طاولة، في جميع الألعاب، في ألعاب ترفيهية كمان. وبعدين بناخد بريك شوية ونبدأ نستأنف النشاط تاني، وبعدين نعمل الغداء بتاع الضيوف تكريمهم يعني وتسليم الهدايا. المهرجان ده بيتعمل سنوي في النادي الأهلي، والنهاردة معانا البرنامج دخله شد حبل، دخله ماتش قدم، دخل باسكت، طايره، تنس طاوله، شد حبل. المهرجان ده بيتعمل كل سنه بنادينا الكريم ده العظيم، بسبع انديه النهارده موجودين معانا، نادي المقاولين ونادي النصر والبحيره والمؤمنين العرب، وفيهم سبع انديه اللي موجودين معانا. والمهرجان ده سنوي بيتعمل كل سنه. هو النادي الاهلي طبعا يعني فعلا هو اللي بيقول الاهلي هو اللي بيجمعنا. وبعدين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو اللي ناشد بالرياضه ودعم وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، فدعمنا والاتحاد والنادي بتاعنا كمان النادي الاهلي. احنا طبعا النادي الاهلي الجزيره رياضه للجميع، وبنعمل الايفنت دوت هنا المهرجان على اساس ان احنا بنجمع عدد كبير. فده طبعا حاجه بتبقى كويسه جدا ان يبقى في كمان دعم، اما نلاقي اللي حوالينا بيدونا الدعم فاحنا بيشجعنا على الرياضه، وان احنا نحاول ان احنا كل الطاقه بتاعتنا المبذوله بنطلعها وبنفرخها بحاجه مفيده. والله هم جم معايا ناس اول مره يجوا النادي الاهلي، سعداء جدا، مبسوطين جدا، مبهورين بالانشاءات الجميله والطفره الانشائيه الجميله في مقر الشيخ زايد، واحنا سعداء بوجودنا في النادي الاهلي، وده حاجه مش جديده علينا. احنا متعودين النادي الاهلي دايما بيستقبلنا احسن استقبال. المهرجان دوت مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بيرحبوا بيه دايما وبيبقوا مستعدين له وبيحضروا للكلام دوت من بدري، حتى بيبقى في وجبه غدا بتبقى موجوده لكل الضيوف اللي موجودين عندنا، المشاريب، الحاجات بالاستعدادات العاديه اللي هي بتاعه الاستقبال بتاعنا. ده غير بقى اللي احنا بنبقى في قمه الطوارئ بقى بالنسبه لنا، عشان دولت بقى ناس اخواننا كبار في السن، شباب عايزين يلعبوا وعايزين بنحضر لهم خدمه طبيه، وبنحضر لهم حد من الجيم وحد من الصلاه، بحيث ان لو في اي حاجه نقدر نعملها لهم بنبقى موجودين. وبيبقى استعدادنا ليهم اللي احنا بنرحب بيهم ونشيلهم فوق دماغنا كلهم يعني. ودي طبعا طبع اسره الاهلي كله، اللي احنا بنتعامل اسره.